فيلمنا بيبدأ مع نسان، وبيقوم فجأة كده بيلاقي نفسه عامل حادثة في نص الطريق، والعربية بتاعته متكسرة كلها، مفيش فيها حتة سليمة يا معلم. والغريب إن نسان نفسه واقف وجسمه مفيهوش أي خدش صغير. ولما بيشوف دانيال الراجل اللي خبط نسان بالموتوسيكل بتاعه كده الوضع اللي قدامه ده، بيستغرب جدا، وما بيبقاش مصدق إن نسان متعورش خالص، وبيقرب منه عشان يفهم ويقول له كده نسان إنه حتى مش حاسس بأي ألم. وبيسأله دانيال هو فاكر وقت خرج يعني من العربية ازاي؟ بيكتشف ان نسان مش فاكر اي حاجة خالص، وانه اصلا مش فاكر الحادثة دي حصلت امتى وازاي، وبيفكر انه ممكن يكون اتخبط في راسه وقت الحادثة وعشان كده دماغه اتأثرت شويتين ثلاثة. وبيحس دانيال ان اللي بيحصل ده مش طبيعي، وبيفكر انه ممكن يكونوا ماتوا اصلا ودي ارواحهم. وبيقول لنسان انهم ممكن يكونوا في حالة صدمة، وعشان كده بينكروا انهم ماتوا ومصممين انهم لسه عايشين. وبرفض نسان الفكرة دي خالص، وبيقول له انه مستحيل يكون مات، وانه اكيد في تفسير تاني اللي حصل معاهم. وبيجري على عربيته بسرعة عشان يشوف ايه اللي جواها، وبيتصدم لانه لما بيبص على الكرسي بتاعه بيلاقي جثته مرمية جوه، وبيعرف ان كلام دانيال حقيقي. وبيرجع لورا من كتر الصدمة والخوف، وما بيبقاش قادر يصدق اللي حصل معاه، وبيدخل في نوبة هلع، وبيفضل يتكلم عن أهله وصحابه وأطفاله اللي سابهم، وبيقوله دانيال إن هو كمان هيشتاق جدا لمراته وحياته معاها. وبيستغرب جدا لأن نسام ما جابش سيرة أم ولاده خالص. في الوقت اللي نسام مش قادر يستوعب فيه الوضع الجديد، بيحس دانيال إن هو مستريح وإنه بقى في أمان ولازم يتبسط، وبيحاول إن هو يهدي نسام بس ما بيقدرش عليه. وبيفضل نسان يصرخ طول الوقت ويتكلم عن الحياة وانه مش عايز يموت دلوقتي. وبيضطر دانيال يطلع له كده جثته من العربية، يمكن لما يشوفها قدامه يقتنع ويهدى. وعشان الجثة متبهدلة بيغطي دانيال وشها بمنديل، وبتعدي عربية من جنبهم في الوقت ده وبتقف عشان تشوف الحادثة. وبيحاول نسان انه يطلب من السواق المساعدة، وبيتكلم معاه طول الوقت، وطبعا الراجل مش شايفه ولا سمعه اصلا. وبيهرب السواق من الجثة وبيتأكد انها ميتة ومفيش اي روح، وبيقرر يسرق كل اللي في جيوب نسان، وبيفضي كل جيوبه وبيركب عربيته وبيمشي. وبيقتنع نسان ان هو فعلا مات وان دي روحه. وبيحكي لدانيال ان هو قتل مراته، وبيحلف له انه كان عايز يرحمها مش اكتر، وما كانش يقصد يقتلها. وقبل ما يكمل كلامه بيسمع دانيال صوت موسيقى قريب منهم، وفجأة بيظهر قدامهم باب ابيض غريب والمكان كله متغطي بالتلج. وبيحس دانيال ان الموسيقى جايه من الباب ده، وبيقول له نسان انه مش سامع اي حاجه خالص. وبيفكروا هما الاثنين انهم يدخلوا الباب ده، وفجاه بيظهر وراهم باب تاني لونه احمر وشكله مرعب جدا. وبيبدا نسان ان هو يسمع صوت حد عمال يصرخ جايه من الباب الاحمر، ودانيال ما بيكونش سامع اي حاجه. وبيفكروا هما الاثنين ان ممكن يكون الباب الابيض هو باب الجنه، والباب الاحمر يبقى باب الجحيم، وده معناه ان الجحيم بينادي على نسان وانه هيتعاقب لانه قتل مراته. وبيحكي لدانيال ان هو قتلها لانها كانت مريضه جدا، وكانت صعبانه عليه جدا لانها طول الوقت بتتالم. وفي الوقت ده دانيال ما بقاش مركز معاه خالص، وبيحاول يدخل من باب الجنه، وبيزقه نسان لبعيد وبيدخل هو الاول، وبيلومه دانيال على اللي عمله، وبيطلب منه ان هو يتصرف بطريقه احسن من كده. وبيعتذر له نسان وبيقول له ان هو ما كانش يقصد، وبيقول له انه ما كانش شايفه خالص على الطريق، وما كانش حاسس هو بيخبط فيه. وبيعترف له دانيال ان في بنت صغيره كانت بتلعب على الطريق، وانه لما شافها انتباهه اتشتت خالص، وممكن يكون هو الغلطان. وبيسامحوا هما الاثنين بعض كده، وبيسلموا على بعض عشان كل واحد يمشي في طريقه. وبيدخل دانيال من الباب الابيض، وبيستغرب لانه مش عارف يعدي، وبيفضل يسمع صوت الموسيقى برضه. وبيستغرب جدا، وفجأة بتظهر نفس البنت الصغيرة اللي دانيال كان بيتكلم عليها، وبيعرفوا ان هي كمان ماتت. وبتحكي لهم ان في راجل راكب دراجة خبطها وهي بتلعب وماتت. وبيعترف دانيال ان هو كان شارب وهو بيسوق وما كانش مركز خالص. وبيحس نسان ساعتها ان دانيال كان السبب في كل ده، وان بسبب اهماله كلهم ماتوا. وبيشدوا هما الاتنين مع بعض في الكلام، وبعد شوية بيحاولوا انهم يدخلوا البنت من الباب الابيض، والبنت بتخاف منهم جدا وبترفض انهم يعني يساعدوها، وبتبدأ تصرخ بصوت عالي جدا ومحدش منهم بيقدر يهديها. وبيحس دانيال ان هو تعب من اللي بيحصل ده، وعشان كده بيشيلها بالعافية وبرميها من الباب الابيض، وبتختفي البنت في ثواني. وفجأة الباب الابيض بيختفي معاها، وبيفهموا ان هما الاتنين مش كويسين وما كانش ينفع يدخلوا من الباب الابيض.
وبيحسوا ان مفيش اي مفر ولازم يدخلوا الباب الاحمر. وبيزق نسان دانيال لجوه بالعافيه، وفي نفس الوقت بيرفض ان هو يدخل، وبيقول انه ما عملش حاجه غلط عشان يتعاقب عليها، وانه قتل مراته عشان بيحبها. وفجاه بيظهر قدامه وحش مخيف جدا وضخم، ومن كتر الخوف بيضطر نسان ان هو يدخل الباب الاحمر وينقذ نفسه. وبيظهر بعدها جوه وبيلاقي كده الاف من البشر نايمين على الارض. هو بيشوف بنت صغيره قدامه، واول ما بتمسك ايده بيشوف كل ذكرياتها، وبيعرف ان اسمها جين، ودايما بتشوف حاجات مخيفه في الاوضه بتاعتها، ومن كتر اللي بيحصل معاها ما بتعرفش تنام كل ليله، ومحدش من اهلها بيركز معاها لانهم طول الوقت بيتخانقوا مع بعض، وهما الاتنين بيختلفوا مع بعض عشان حاله جين، وبتحاول مامتها انها تساعدها، بس باباها بيشوف انها مجنونه ومحتاجه تتعالج، وبيخاف يعني يقرب منها خالص. وفي يوم بتقوم جين من نومها خايفة، وبتقرر تشغل صندوق الموسيقى بتاعها، ولما بتبص من شباكها بتلاقي شجرة ضخمة جدا بره ومليانة أشباح مخيفة، وبتنزل لتحت عشان تاكل أي حاجة وتشغل نفسها، وبتلاقي باباها ومامتها لسه بيتخانقوا برضه، وعشان كده بتضطر إنها تعمل الأكل بنفسها، وبتقعد تعك كتير قوي في المطبخ، وعشان يعني تعرف تعمل أي حاجة تاكلها. وتاني يوم بتروح مع أهلها لدكتور نفسي، وبتفضل تحكي لها كل اللي بيحصل معاها، وبتقول لها انها في يوم كانت بتاكل عصافير صغيره، وفجاه مامتهم جت وعايزه تاخدهم بالعافيه، وساعتها هي اتضايقت جدا وخنقت كل الطيور وماتوا. وبتحكي كمان انها دايما بتحب تاذي اختها الصغيره، وانها بتفرح جدا لما بتعمل كده، وبتعترف انها نفسها تقتل باباها ومامتها، وبتقول للدكتوره انها عارفه انهم بيخافوا منها، مش حابينها تعيش معاهم حتى في البيت، وعشان كده بيحبسوها معظم الوقت في الاوضه بتاعتها، وما بيحبوش يتكلموا معاها خالص. وبتحاول الدكتوره انها تتكلم معاها اكتر وتفهم هي ليه بتعمل كل ده، بس جين بترفض انها تتكلم اكتر وبتسكت خالص. وتاني يوم الصبح بتقعد جين عشان تفطر، وبتستنى اهلها عشان يجوا يفطروا معاها، وبتستغرب ان مفيش اي حد صحي. بنشوفها ماشيه في الطرقه وبتاكل في صمت، وهدومها كلها مليانه دم، وبعدها بنشوف باباها ومامتها مقتولين ومرميين على الارض. وبتقرب جين منهم كده وبتتأكد انهم فعلا ماتوا، وبتبوس مامتها وبتودعها، وبتروح بعدها على المطبخ وبتعمل اكل تاني، وبتفضل تاكل طول الليل. وبتنزل بالليل في الدور الارضي وشكله عامل زي الكهف، وبتدي لشخص شكله مخيف جدا اسمه توني اكل، وبنشوف انه مش انسان طبيعي. وبتفتكر جين ان توني هو اللي قتل باباها ومامتها، بس هو بينكر ان هو عمل كده، وبتعرض عليه يطلع يعيش معاها في البيت بما ان اهلها ماتوا خلاص. وبيطلع توني معاها وبيفضل يلف في البيت كله، وهو فرحان وبتبسط قوي ان هو شاف الشمس، لان دي اول مره في حياته يشوفها. وبتاخده جين للحمام وبتعلمه ازاي يستحمى وينظف نفسه، وبتدخل هي تحط بقى من الميك اب بتاع مامتها وتلبس شويه من جوهراتها، وبيفرح توني جدا بالميه والنظافه اللي حاسس بيها، وبيلبس طقم بتاع باباها، وبتطلب جين منه ان هو يساعدها ينقلوا الجثث، وبتفكر ساعتها انها تعمل لهم حاجه الاول تودعهم بيها. وبتقرر تعمل مسرحية وبتستخدم فيها جثث أهلها، وبتتكلم عن قصة بنت كده بتقوم كل يوم لوحدها وبتعمل كل حاجة لنفسها لأن مفيش أي حد بيحبها، وبتلبس توني لبس مجرم، وبتعلن إن هو اللي قتل أهلها، وإنها حكمت عليه بالإعدام. وبيصمم توني إن هو ما عملش كده، وإنه ما قربش منهم خالص، وبيقول لها إنه مش فاكر أصلا أي حاجة عن حياته قبل ما يظهر في الكهف. وبتطلب جين منه إن هو يعدم نفسه عشان المسرحية تخلص. وبعدها بياخد توني جثة الأم وبيدفنها تحت السرير. وفي الوقت ده بتفضل جين تتنطط على السرير وبتفكر إنها تفضل تعذب في أهلها بالسكينة كل يوم، وبيجيب كده توني جثة الأب عشان يخبيها هي كمان، وبيستغرب لأنه مش شايف نفسه في المراية. وبنفهم إن توني ده خيال أصلاً، وإنه بيعبر عن الجانب الشرير لجين مش أكتر، وإن هي اللي قتلت باباها ومامتها، وعشان جين ما بتعرفش تعمل أكل بتاكل طول الوقت حبوب ومربى. وبعد شويه بيخبط الباب وبتفتح جين عشان تشوف مين، وبتلاقيه ساعي البريد وبيطلب منها تنادي حد من اهلها عشان يوقع الورق. وبتحاول جين انها تنادي على توني عشان يجي هو يمضي، وطبعا مفيش اي حد بيرد عليها. وبيديها كده الساعي بطاقه وبيطلب منها تسلمها لاهلها وبيمشي. وبتجري جين بعدها في كل البيت وبتدور على توني، وبتتوتر جدا لانها مش عارفه تلاقيه. ولما بتنزل تحت بنشوف رسومات كتير جدا مخيفه كانت جين بترسمها طول السنين اللي فاتت. وبتلاقي توني في الاخر في اوضه اهلها وقاعد بياكل في الجثث بتاعتهم، وبتفضل تصرخ في وشه عشان توقفه، وفجاه الباب بيتقفل في وشها،
وبعد شوية بتلاقي كل ألعابها بتتحرق، وبتروح جين تشوف أختها وبتلاقيها قاعدة بترسم كل تفاصيل الجريمة اللي حصلت، وبتقول لها جين إن توني جعان ولازم ياكل، وبتاخد أختها للمطبخ وبتشغل الفرن وبترميها جواه، وبتسيبها وبتمشي وهي عمالة تغني الأغنية المفضلة بتاعتها، وبيمشي وراها ظل مخيف على الحيطة طول ما هي ماشية. وبنرجع تالي لنسان، وبيخاف جدا وبيترعب من كل اللي شافه في ذكريات جين، وبيجري بعيد عنها بسرعة، وبيشوف بنت شابة كده معاها مامتها، وأول ما بيلمسها بيشوف برضو ذكرياتها، وبيعرف إن الأم اسمها جوليا، وبتحاول جوليا إنها تعمل شاي، وفي نفس الوقت بتحاول تمسك نفسها من الانهيار، وبتفضل تعيط جامد وبتنادي على بنتها كتير جدا، بس محدش بيرد. وبتاخد بالها ان في بقعة دم موجودة على الترابيزة، وبتفضل تبص كده عليها وبتحاول تنكر كل اللي حصل معاها، وبتدخل بعدها الحمام وبتخرج جثة بنتها من البانيو، وبتفضل تعيط طول الوقت وبتجهر كلوي بنتها يعني على الارض، وفي الاخر بتقعدها على ترابيزة السفرة وبتحطه قدامها الفطور عشان تاكل معاها، وبتقول لها انها بتخطط تاخدها ويسافروا في الاجازة، وبتتكلم معاها كأنها لسه عايشة، وبتفتكر وهي قاعدة اللي حصل معاها الليلة اللي فاتت، وبنشوف كلوي قاعدة في البانيو بتستحمى، وبتدخل كده جوليا عليها وبتقول لها انها لازم تخلص بسرعة لانهم اتأخروا على المدرسة. وبعد ما بتقعد كلوي كده على الفطار بتفضل تسمع مامتها وهي بتتخانق مع زمايلها في الشغل على الموبايل، وبتمسك سكينة في ايدها وبتفضل تفكر في كل التوتر اللي هي عايشة فيه، وبتفكر كده في زمايلها في المدرسة اللي اتحرشوا بيها، وبتكره كده كل حياتها لانها حاسة بالوحدة ومامتها عايشة في دوامة تانية خالص، وغصب عنها بتعور ايدها بالسكينة وبتنزل شوية دم، وبتمسح الدم كده من الترابيزة، وبيجي ميعاد المدرسة وبتضطر تقوم عشان تمشي، وبتحاول تشرح لمامتها انها مش قادرة تتحمل اللي بيحصل معاها ومش حابة تروح المدرسة دي تاني، وبتضغط مامتها عليها وبتقول لها انها لسه جديدة في المدرسة واكيد مع الوقت هتتعود عليها وهتتصاحب على ناس جديدة، وبتزعل كلوي جدا ان مامتها مش حاسة بيها خالص. وفي الحاضر بيقع جسم كلوي من على الكرسي، وبتقرب القطط منها وتفضل تلحس في جسمها، وبتحاول جوليا انها تبعد القطط عن جثة بنتها، وبتشيلها تاني وبتحطها على الكرسي المتحرك، وما بترضاش ترد على موبايلها لانه بيرن كتير جدا، وبتقول لبنتها انها تستعد عشان هتاخدها في رحلة، وبتدخل كده على الدولاب بتاعها وبتفضل تلم في شوية حاجات، وفجأة بيحصل لها حالة انهيار وبتفضل تعيط، وبتخرج وبتغطي جثة كلوي ببطانية، وبتفضل تقول لها انها بتحبها قوي، وبتقول لها انها دلوقتي مش هتضطر تروح المدرسة تاني وهتقعد منها زي ما هي عايزة، وبتفتح الباب عشان تمشي، وبتتصدم لانها بتلاقي ان الباب مسدود بحيطة من الطوب، وبتفضل تصرخ. وبنرجع للماضي شوية وبنشوف كلوي بتستخبى في الحمام بتاع المدرسة من البنات اللي بيحاولوا يضايقوها، وبيتنمروا عليها طول الوقت وبيجبروها انها تفتح الباب، وبيشدوها ناحية المراية وبيفضلوا يشتموا فيها وبيخلوها تلقى قدامهم وتتذلل لهم عشان يسيبوها، وبعدها بيخلوها تلحس جزامهم كلهم، وبيصوروا كل ده في فيديو في الحاضر. بنرجع تاني للحيطة، وبنعرف ان جوليا لما فتحت الباب لقت جارتها في وشها من الشحيطة، وبتتوتر جدا ساعتها وبتقول لها جارتها انها سمعت صوتها وهي بتصرخ من شوية وعشان كده جت عشان تطمن عليها، وبتحاول جوليا انها تخبي كل اللي بيحصل معاها، وبتقول لها انهم هيخرجوا مع بعض في اجازة لمكان هادي عشان يغيروا جو شوية، وبتحاول تقفل معاها في الكلام، وبتلاحظ الست ان جوليا مش طبيعية خالص وان في حاجة غريبة، وبتدخل البيت بالعافية وبتتصدم اول ما بتشوف جثة كلوي قدامها. وبعد شوية بنشوف جوليا مع جثة بنتها في العربية وماشية بيها في الطريق، وبتفضل تعيط وبتحكي لها عن اليوم اللي اتولدت فيه، وبتوعدها انها تعيشها حياة افضل جديدة بعيد عن كل ده، وبتفضل تتحايل عليها عشان ترد وما تفضلش ساكتة، وفي الاخر بتقتنع ان بنتها ماتت خلاص، وبتقفل عينها وفجأة ما بتشوفش قدامها، وبتخبط بالعربية في شجرة كبيرة. وبنرجع لورا وبنعرف ان كلوي انتحرت في البانيو، وان مامتها دخلت عليها لقيتها ميتة، وفي الحاضر بتفوق جوليا بتلاقي نفسها عاملة حادثة وجسمها مليان دم، وبيحاول الناس انهم يكسروا الباب عشان ينقذوها، وبتفضل تصرخ وبتطلب منهم يسيبوها لانها مش عايزة تبعد عن بنتها، والباقي بيطلعوا كلوي من العربية وبيلاقوها ميتة، وبيغطوا جثتها لانهم بيفتكروا انها ماتت في الحادثة، وبتفضل جوليا تصرخ وتعيط على بنتها طول الوقت. ونرجع تاني لنسان، وبيغطي جثة جوليا وبنتها وبيروح لبعيد، وبيقع بعدها على الارض وبيحس انه مش قادر يصدق كل المقاس اللي شافها، وبعد كده بيظهر قدامه حد وبيقول ان هو غلط زيهم في الدنيا واكيد هياخد عقابه،
وبيظل نيسان يدافع عن نفسه وبيقول له ان هو ما قتلش مراته وانه بس كان عايز يريحها، وبيقول الشخص ده انه كذاب لان مراته كانت عايزه تعيش وطلبت منه يساعدها، بس هو كان مصمم ان هو يخلص منها ويريح نفسه من خدمتها، وبياخده وبيطلب منه يدخل من باب تاني، وبيشرح له انه يفضل في المكان ده لحد ما يتحاسب على كل ذنوبه اللي عملها في الدنيا وروحه ترجع طاهره تاني. وبيدخل نيسان من الباب وبيلاقي نفسه في اوضه ضلمه جدا وشكلها مرعب ومخيف، وبيشرح له الراجل ده هو هيعيش هنا ازاي الاف السنين، وان الدنيا دي كانت مجرد ايام معدوده، الحياه الابديه في الاخره مش في الدنيا. وبيقول له ان لو كان بيفهم كان لازم يعمل لحياته الابديه، لكنه اختار يعيش الكام يوم اللي في الدنيا، وللاسف مفيش اي رجوع دلوقتي عن الوضع اللي هو فيه. وبيختفي الشخص ده وبيتقفل الباب نهائي، وبيعرف نيسان ان ربنا مش راضي عنه وانه خلاص دي النهايه. وبيظهر قدامه روح راجل اسمه بالي، وبيفضل يضرب في نيسان لحد ما بيكسر راسه وجسمه كله، وفجأة بيقف نيسان عن الحركة. وفي آخر مشهد بنشوف أم بتولد طفلها، وبنفهم إن الطفل ده هو فرصة لحياة شخص جديد، وربنا طبعا بيديه الاختيار ما بين الخير والشر في الدنيا. وبيظهر بالي بعدها في أوضة الطفل وبيفضل قاعد قدامه وبيتفرج عليه، وبيخلص فيلمنا على كده. وأشوفكم بقى في العظمة اللي جاية. سلام.